متابعين ام تي في لايف وبنوصل لفقره سانتي، الفقره اللي من خلالها بنجرب نعطي قد ما فينا توعيه بعالم الطب. اليوم ضيفتي دكتور لارا ابو عبده، اهلا وسهلا فيكي. حضرتك اخصائيه بالطب العائلي، رح نحكي اليوم عن موضوع هو الفحوصات والتحاليل الطبيه للثنائي ما قبل الزواج. اكيد فيكم تتصلوا فينا مشاهدينا مباشره على 0464 للمشاركه واسئلتكم لها الموضوع هيدا. دكتور، الموضوع مهم انه نحكي فيه. بنفتكر انه يمكن يلي بينطلبوا قبل الزواج هالفحوصات المخبريه هي كافيه لحتى نكون عم نتزوج بشكل سليم وما يكون في اي مشكله ما بعد الزواج، لكن اليوم رح نعرف انه لا، في اشياء ثانيه لازم تنعمل، في تفاصيل ثانيه لازم ندخل فيها. شو هي الفحوصات يلي اصلا عم تنعمل وشو الاشياء الناقصه؟ اوكي، دونك اول شيء هيدا الموضوع على قد ما الثنائي بياخذوا اوقات انه هي شهاده مفروض تنمضى من طبيب تتقدم لاوراق الزواج، على قد ما هي مهمه كرمال صحه الثنائي وصحه اولادهم مستقبلا كمان. فهيدي الفحوصات هي منا بس معتمده على الفحوصات المخبريه، انما بتتعدى هيدا الشيء لتروح على الزياره بالعياده يلي بتتم فيها التعليمات يلي بنعطيها للثنائي، اضافه الى الفحص الطبي اللي بيعمله الطبيب واللي من وراه ممكن يكتشف قصص ممكن تساعد الثنائي لعلاقتهم الصحيه لبعدين. بس يعني اذا بدنا ندخل شوي اكثر بالتفاصيل، مين لازم يطلب هالفحوصات؟ شو هي الفحوصات؟ اليوم يلي بينعملوا قد ايه بيقدروا يعطونا معلومات وتفاصيل يعني؟ نعم، هلا بالنسبه للفحوصات المخبريه اذا بدنا نحكي هيدا البارت، هي مقسمه لجزئين اساسيين. في الجزء الالزامي يلي هو موجود بالشهاده الطبيه يلي بتنجاب من نقابه الاطباء، وفي الجزء الاختياري. فهون على الطبيب يقرر اذا الجزء الاختياري مفروض انه ينعمل ايه او مثل او لا. شو مثلا؟ هلا اذا بدنا خلينا نحكي اول شيء اذا بدك بالقصص الالزاميه. صح. وشو اهميتها؟ صح. بالنسبه للفحوصات الالزاميه في عنا اولا فحص نحن بنقدر نكتشف فيه نسبه كرويات الحمر عند الشخص تنشوف اذا عنده فقر دم، واذا في حال هناك ريسك انه يكون حامل امراض جينيه معينه ممكن تؤدي لامراض عند الاولاد. وهون عم نحكي خاصه عن مرض الثلاسيميا يلي هو بمنطقه الشرق الاوسط موجود، في كثير اشخاص بيبقوا حاملينه بس ما بيبقوا عارفين لانه منهم مرضى بهيدا الشيء. المشكله وين؟ اذا كان الاثنين الثنائي حاملين هيدا المرض، هون علينا نفسر لهم انه في ريسك نسبه من اولادهم يجدوا مرضى بالثلاسيميا، وفي نسبه اخرى ممكن تكون حامله هيدا المرض كمان. فهون عليهم هن يقرروا اذا فيهم يكفوا، لانه ما في علاجات تنمنع هيدا الشيء وما بنعرف اذا الاولاد فعلا رح يطلعوا مرضى نعم او لا. في حال حدا من الثنائي حامله هون ما بيعود عندنا مشكله، لانه في نسبه بس من الاولاد مزبوط انه تكون حاملته كمان، ما بتجي بس مرضى بالثلاسيميا. هلا الفحص الثاني هو فحص فئه الدم، يعني في كثير بنسال انه ليش بنعمل فئه الدم؟ شو خاصه بهيدا الموضوع؟ كثير مهمه، في حال كانت فئه الدم متطابقه بين الثنائي ما عندنا مشكل، بينما في حال كانت متعارضه وخاصه هون عم نحكي عن فئه الدم البارتي ريزوس، يعني اللي بنسمي سلبي وايجابي، بوزيتيف او نيجاتيف. في حال كانت المراه مثلا نيجاتيف وزوجها بوزيتيف، هيدا الشيء لازم ناكده عند المراه انه تحكي فيه قدام الطبيب النسائي. ليه؟ لانه من بعد اول ولاده مفروض دغري المراه ينعطاها ماده يلي هي الايمونوجلوبولين بتمنع انه جسمها يفبرك اجسام مضاده ضد خلايا البي يلي هالشيء بياثر على الانجاب لبعدين. ففي حال كنا عارفين بهيدا الموضوع بتتاخد الاجراءات اللازمه وما بيعود عنا هيدا المشكل لبعدين. البارت الثاني من الفحوصات الالزاميه يلي بتنعمل للثنائي كمان هي الامراض المعديه، وهون الاهميه الكبرى، لان نحن لما نحكي عن امراض معديه هي اكثر شيء هون اكيد الامراض المعديه جنسيا يلي بتنتقل كمان بالدم. الالزاميه اللي بتنعمل اجمالا عنا هي السيدا واليرقان او اللي بنسميهم ايباتيت بي وايباتيت سي. دونك شو اهميه هيدي الفحوصات؟ في حال احد الطرفين حامل مرض من هيدي الثلاث امراض مفروض هو يعرف، لان ممكن ما يكون عارف هالامراض فينا نلقطها وما تكون بعد بينت العوارض. صحيح، مش العوارض ما تبين 100%. فهون يا بنبعته عند الاختصاص اللازم للعلاج، وهون دورنا كاطباء نقنع هيدا الشخص انه يحكي مع الشريك
او يعطينا الضوء الاخضر حتى نحكي مع الشركة. ممكن يصير في يعني تخبيه بهالموضوع؟ لانه في سر المهنه هون، يعني لا من قبل الشريك، من قبل يعني الشريك ممكن مزبوط. ما يقبل يخبر، بس عم بيكون مزبوط. عم بيعرض حياته للموت. اكيد اكيد، فمنشان هيك بنقول له انه هون الزواج ما لا يبطل الزواج، بالعكس فيهم يكفوا بالزواج، ولكن في تعليمات للوقايه اللازمه، في اوقات ادويه مفروض الشريك ياخذها حتى ما يلقط. بس هل بيقدروا ينجبوا؟ فيهم ينجبوا كمان، يعني حتى لو الرجل هو عنده احد الامراض، اذا اخذت المراه الوقايه اللازمه فما بتعود ينتقل لهذا المرض وما بيعود. من شان هيك لازم تكون الامور واضحه اذا لها حل كمان. وحتى يعني اذا المراه عندها هيدي الامراض، اذا كنا عارفين وعم نعالجها، في كمان شانس انه تحبل وما ينتقل المرض للبيبي. وخصوصي بالإباتيت بي، الحلو فيه انه في لقاح، يعني في حال احد الطرفين ايجابي بنتاكد انه الثاني اخذ اللقاح تبعه يلي هو لقاح الزامي عند الاولاد، بس في اشخاص ما بيبقوا مكملينه وما بيكون عندهم المناعه الكافيه، بنكمل لها اياه، هيك بتكون هي بحمايه، او العكس يعني الرجل بيكون محمي من انه يلقط هيدا المرض. هلا هي البارتي الالزاميه، هلا بننتقل هول الزامي كفحص مختبر. بالنسبه للبارتي الاختياريه في كمان فحوصات، يعني اذا نحن خلال المعاينه بالعياده حسينا انه هيدا الشخص ريسك عالي انه يكون عنده امراض جنسيه غير السيدا والإباتيت سي وإباتيت بي، بهيدا الحاله بنقترح عليه انه يكون في فحوصات ثانيه، مثلا مثل مرض السيفيليس، امراض ثانيه ممكن علاجها وما بتؤدي لمشاكل لبعدين. اضافه الى ذلك في مرض السل. بس كيف يعني عنده ريسك عالي انه يكون؟ اوكي، دونك نحن بالمعاينه بدنا نساله عن حياته الجنسيه السابقه، يعني اذا هيدا شخص كان عنده علاقات سابقه غير محميه، او بيقلنا انه انا من قبل كان عندي مرض جنسي وتعالجت كرماله كان بكتيريا او هيك، دونك بنعتبره اهو ريسك. سو بنقول له مفروض انه تكمل الفحوصات تتاكد انه كل شيء مزبوط، وما بدك ترجع تاخذ علاج لمرض معين. اوكي، دونك بيبقى عندنا مرض السل يلي هو مرض نحن بنعرف بلبنان موجود بعده، يعني ما انقطع كليا. فاذا احد الطرفين بنعتبر انه هو ريسكه عالي، يعني يا بيشتغل بالقطاع الصحي او بالقطاع التعليمي او بالقطاع الاجتماعي وعنده تخالط باماكن مكتظه كثير، او بيسافر على بلدان الريسك تبع السل فيها عالي، مفروض نعمل له فحص التدرن لحتى نكون عم نحميه وعم نعالجه وعم نحمي الشريك كمان. قلتي لي انه في مشكله اوقات بتعانوا منها، ويلي هي انه لما الشريك بيرفض يخبر شريكه. مزبوط. اليوم شو بيصير من تداعيات من وراء هيدا الموضوع؟ تداعيات كثير كبيره، لانه بالنهايه عم نحكي عن امراض فينا نتفادى انه تنوجد، دو ان دو دو فينا نعالجها. يعني هلا وصل الطب لمرحله انه في يقدر يمكن مش يشفي بس يعالج ويمنع تقدم المرض ويمنع انتقاله للاولاد كمان. يعني اليوم لازم الواحد يكون عنده المسؤوليه مش بس لنفسه وشريكه، ولكن اذا صار في عيله كمان يعني حرام. هون المشكله الاكبر. دكتور، في امور بتقولي انه لازم كمان تكون موضوعه على هالجدول ولكن حاليا منا موجوده. نعم. مثل شو، وشو يلي عم تلاحظوه اليوم من مشاكل؟ نعم. بعد الزواج. دونك نحن اهم شيء، انا وقت يجي اذا حدا من الكوبل بعرفه انا بعيادتي وبدهم الورقه، بقول لهم ما بقدر انا امضي ورقه لشخص مني شايفته، يعني بدي عاين المريض. ليش اهميه معاينه الشخص بهيدي الحاله؟ لانه نحن اول شيء بالعياده بنشوفهم كل واحد على حدا، كل شخص على حدا، وبنشوفهم ككوبل سوا. دونك لما نشوفهم كل واحد على حدا، اول شيء بدنا نشوف اذا في امراض مزمنه بيعانوا منها، اذا في ادويه بشكل مستمر بياخذوها، اذا في امراض نفسيه ممكن تؤدي لمشاكل بعدين بالزواج علينا نحن نضوي عليها تنقدر نخفف هالمشاكل وتكون الامور واضحه من الاساس ونقدر نتبعهم. يعني كل شيء بنقدر نشتغل عليه قبل بيكون اهون للكوبل، لصحتهم النفسيه ولجسديه ولاطفالهم كمان. والزياده عن هيك انه في فحوصات لازم نتاكد انه المراه لقاحاتها الكامله عملتها، لانه في امراض اذا لقطتها خلال الحمل ممكن تعمل تشوهات عند الجنين، لازم نتاكد انها ما بتاخذ ادويه بتمنع هذا الشيء، بنتاكد مثلا اذا في حال دخان، كحول، انواع من المخدرات، نحكيهم عن ريسك هيدي الامور والمواد على الاولاد. نعم. دكتور، اذا بدنا نحكي شوي عن الامراض النسائيه. نعم. هل
برأيك لازم يكون في كشف عند طبيب النساء وبالنسبة للرجل كمان يعني اليوم؟ نعم. للخصوبة وغيره؟ هلا بالنسبة للمرأة نحن من خلال المعاينة بنقدر نعرف مثلا إذا عندنا مشاكل بالدورة الشهرية، بنقدر من خلالها نقول لها إنه مفروض في فحوصات تتكمل تتشوفي إذا عندك مشكلة عقم لا سمح الله إيه أو لا، أو مشكلة بتتعالج هلا أو لا لما يتفكر انه يصير في اولاد. بالنسبه للرجل اكيد كمان مفضل انه ينفحص الرجل كمان لما تسبب هالقصص مشاكل لبعدين، وفي حال في حيلا ريسك انه في مشكله عقم في كمان فحوصات ممكن تنعمل، هيك بيكونوا هن مرتاحين نفسيا وعارفين حالهم انه اذا بدهم علاج ما بدهم علاج، شو الامور اللي لازم تتاخذ بعين الاعتبار. العلاج اذا بدنا ننتقل شوي، يعني بعدنا اكيد ضمن الفحوصات، كمان في الفحوصات الجسديه عم نحكي كعظم كفحص سريري سريري ويعني المشاكل يلي ممكن كمان على المدى الطويل تشكل أكيد. تشكل يعني تكون خطره. مزبوط. والمراقبه او المتابعه اليوم اذا بدنا نعطي شويه توعيه نحن عن هالموضوع. نعم. كيف لازم تصير هيدي الشغله؟ نعم. هلا اهم شغله انه نحن ضمن هيدا الفحص اكيد في امراض ممكن نقدر نكتشفها ما يكونوا عارفين الكوب، لانه اجمالا الكوب بيجوا جان ما بيكونوا كثير زايرين الطبيب، دونك فينا نكتشف امراض قلب، امراض ضغط، كلى، حيلا شيء، او مثلا بدانه، نسال يعني نجرب نحلحل كل هيدي الامور ونقول لهم كيف بتتم المتابعه، ان كان بفحص دائم ان كان بفحوصات مخبريه لازم يتابعوها. وعند المراه بنشدد كمان على فكره انه المتابعه النسائيه اللي لازم تعملها بعد الزواج، يعني اللي بنسميه فحص الازازه او بابسمير او فروتي لاكتشاف سرطان عن الرحم، وفي حال كانت بالعمر الملائم ننصحها اكيد باللقاح ضد الفيروس المسبب لسرطان عن الرحم حمايه لها اكيد لبعدين. دكتور الفحوصات الجينيه. نعم. يعني اليوم يمكن الاشخاص ما يكون بهم شيء هن، ولكن هالكومبينيشن بين جيناتهم ممكن تخلق مشاكل عند الاولاد او امراض وراثيه او غيره او امراض جينيه عفوا. مزبوط. أو غيره أو تشوهات خلقية حتى. مزبوط. بدي أحكي عنها الموضوع كمان قد ايه مهم، كيف فينا نعرف، هل لازم أنه نعرف، وكمان عن القربة قد ايه فيها تكون خطيرة. سؤال كتير مهم. ليش؟ لأنه نحن بعدنا بمنطقتنا بعد في نسبة زواج القربة، وخاصة لما نحكي القربة من الدرجة الأولى يعني أولاد عم أو أولاد خال، في ريسك عندهم بيبقى شوي أعلى. هلأ هيدي الفحوصات أولا منا إلزامية عند الكل، يعني إذا الطبيب بيلاقي أنه في العائلة تشوهات خلقية ممكن تكون وراثية بينصح الكوب تنعمل هيدي الفحوصات. هون عم نحكي إذا قرايب أو أقارب أو لا بتنين. يعني إذا في بالعائلة أمراض ممكن يعتبرها الطبيب تتوارث، ساعتها بينطلب ينعملوا هالفحوصات. بس مشكلة هودا الفحوصات أول شيء مكلفين، يعني أساسا قبل الأزمة كانوا مكلفين. ثانيا فحوصات ما بتنعمل بحيالة مختبرات، في مختبرات للأمراض الوراثية، وحتى ببعض الأحيان بنضطر نبعتهم لبرا. فمنشان هيك يعني بس إذا عندنا موضوع. نعم. يعني كتير واضح أكيد. ضروري تنعمل أكيد. بغض النظر بالمية. مزبوط. بس منه قصدي إجباري أو إلزامي عندك إلا بحالات معينة. بحالات معينة الطبيب هو بيقرر هيدا الحالات. اما بالنسبه للمشاكل الجينيه الاخرى يلي منا مبينه، يعني اليوم في ناس يمكن بيكون عندهم الحشريه انه يعرفوا قد ايه هالموضوع هو ممكن ياثر على اولادهم. ضمن هاي الفحوصات فينا نعملها، يعني نحن في فحوصات لامراض جينيه معينه تنبعت على المختبر مثل كيت، تنبعت على المختبر وعلى اساسها بتنعمل هيدي الفحوصات. دكتور قد ايه ممكن تكون نسبه او قد ايه بتكون زايده نسبه الامراض الوراثيه او الجينيه لما بيكون في قربه؟ اكيد اعلى بكثير، لانه نحن في امراض بنعتبرها بنسميها ريسيسيف يعني مخبيه، بيبقى الشخص مش ظاهره، فلما يكونوا قرايب يعني الريسك انه اثنيناتهم يكونوا مخبيين هالجين يلي مش ظابط اذا بدنا نقول اعلى، فلما يتزوجوا سوا الريسك انه هود الجين يتلاقوا مع بعضهم ويبينوا المرض يلي كان مخبى بيكون اعلى. ضمن مرض الثلاسيميا يلي حكينا عنه باول مرحله، بس اكيد في كثير امراض ثانيه موجوده كمان. مين عم يطلب هالفحوصات واذا ما انعملت اليوم بيتم الزواج؟ هلا حاليا لا، اجمالا هيدي الفحوصات ضمن الوراق، يعني لما بده يحضروا الوراق بتنطلب، فالكوبل بجيب هيدي الورقه من
نقابة الأطباء، مفروض هالورقة تنمضى من حكيم المختبر مطرح ما نعمله الفحوصات لحتى نتأكد أنه ما مش هن مثلا كتبوا أرقام أو هيك. ترجع بتصير المعاينة عند معقولة الطبيب. معقولة تصير يعني؟ انه اذا غش؟ ايه بلبنان كل شيء بيصير. مظبوط. فاجمالا الكل اجمالا مطلوب عندهم هالفحوصات، بس ما بياخذوها يمكن باهميتها، بيعتبروا انه خلص عملنا الفحوصات وما في شيء، يعني مع انه هن في كثير قصص لازم يسمعوها ويعرفوها تتكون علاقتهم سليمه ومتينه اكثر من الناحيه الصحيه الجسديه والنفسيه وصحه اطفالهم المستقبليه. كثير مهم هيدا الموضوع، انه مش بس نحن عملناهم وخلص، هي القعده مع الطبيب المختص او طبيب العيله هي الاهم اليوم لحتى يكون في توعيه اكثر على هالمواضيع. أكيد. وتكون الحياه سليمه يعني اكثر وصحيه اكثر. دكتور لارا ابو عبده، اخصائيه بالطب العائلي، شكرا كثير لهالتوضيحات، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. بريك ومنرجع.